صفر لصالح امبي. تعالوا كده نروح نشوف تقرير عن مباراه امبي والداخليه. طبعا بنحاول بقى نجيب لكم كل استعدادات الفرق في الدوري الممتاز مع لقاءات مع لعيبه نادي الداخليه بعد المباراه. تعالوا نشوف التقرير مع لعيبه الداخليه واكيد فرحتهم بعوده الدوري المصري. بعد ما نشوف التقرير ان شاء الله هنرجع بقى نستقبل تليفوناتكم ونقرا بعض الرسائل ونشوف رأي جماهيرنا ومشاهدينا في عودة الدوري المصري. عودة الدوري ده يعني عودة الحياة بالنسبة للعيبة الكورة كلها. دلوقتي احنا اغلبية الوقت احنا ما كنا مش عارفين اذا كنا هنبتدي الدوري او مش هنبتدي. جه قرار النهاردة ان يوم 18 هنبتدي الدوري، فده اعتقد ان ده هيرجع الحياة بالنسبة للعيبة الكورة، وبرده هيرجع يعني حق الشهداء هيرجع عن طريق برده رجوع الدوري، لان مش 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 وقف الدوري هو معناه ان هو هيرجع حق الشهداء وكده بس. فالحمد لله احنا يعني خبر النهاردة يمكن افرحنا شوية، وربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. يمكن الكابتن علاء جوه شرح لنا البرنامج اللي هنبتدي عليه ان شاء الله باذن الله بدايه الدوري، ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. والله احنا بنستعد يعني بقى لنا اسبوعين بنستعد طبعا الدوري يرجع في اي وقت، ويا ريت يعني ان شاء الله يرجع في اقرب وقت باذن الله. هو قرار كويس ان بعد الحداد علشان الشهداء والناس اللي ماتت، وده قرار انا شايف ان هو قرار كويس، رغم ان احنا يعني نفسنا ان الدوري يتلعب في اسرع وقت، بس ده انسب قرار في الوقت الحالي ان في ناس ماتت وناس زعلانه وناس متضايقه كتير. فالحمد لله ان هم خدوا قرار، انا شايف ان ده قرار صح، يعني مش مشكله ان احنا هنستحمل شويه، احنا نفسنا الدوري يرجع واحنا اكتر ناس عايزين نلعب، بس هنستحمل شويه عشان الناس برضو اللي ماتت دي، الناس دي ماتت عشاننا برضو، الناس دي هي اللي بتشجعنا، هي اللي احنا بنلعب علشانها، واحنا لولا هم احنا مش هيبقى في كوره يعني الناس دي، فربنا يرحمهم. واحنا قرار كويس، انا شايف انه قرار كويس جدا، وربنا ييسر بقى الدوري يرجع زي الاول، يعني نفس المنافسه ونفس الاداء اللي كان، يعني الدوري كان ماشي كويس جدا، يعني رغم السنوات اللي فاتت الدوري كان السنه كان كويس جدا، الناس كلها بتشكر فيه، هو كان ناقصه الجماهير. اكيد دي خطوه ايجابيه، لان انت عارف المجال الرياضه والكوره خاصه، يعني مش هتكلم بقى على كلام الكتير اللي احنا عارفينه واكل عيش ناس كتير والكلام ده، لكن يعني هي حاجه كلنا بنحبها والشعب المصري بيحبها. انت شايف في دول كتير جدا بتتقدم من خلال الكوره، في دول يعني ناس ما تعرفهاش الا من خلال الكوره، بتساهم في 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 ازدهار شعوب وامم. فان الدوري يرجع ان شاء الله دي تبقى خطوه ايجابيه باذن الله. انت شايف اللعيبه كلها متشوقه لان الدوري يرجع؟ مفيش شك طبعا ان شيء جميل، خبر حلو مجلس الوزراء اتاخده النهارده، ومش مهم امتى، يعني المهم ان في عوده الحمد لله، لان فعلا الرياضه دي شيء اساسي، وكره القدم كمان بالذات شيء اساسي للمصريين كلهم، فكلنا مبسوطين. حتى لعبنا النهارده مباراه امبي كان في مباراه وديه، اللعيبه لعبتها بنفس مفتوحه، وان شاء الله باذن الله كنا نتمنى طبعا ان هو يرجع يعني الاسبوع اللي جاي قبل كده، انما طبعا هم ليهم وجهه نظر اكيد امنيه بحته، او اذا كانوا زي ما قرينا ان هم عشان الـ40 يعدي، فبالتالي يبقى حرصا على مشاعر اهل الضحايا. المهم عوده الدوري دي ده شيء اسعدنا يعني الحمد لله. والله ما اضحكش عليك الشهاده، احنا كنا منظمين امورنا على ان احنا نبدا الاسبوع اللي جاي بالامانه، يعني كنا حاطين امل كبير جدا، انما خلاص يعني احنا النهارده فنشنا بمباراه امبي في فتره، هندي الولاد يومين راحه ونبدا نخش تاني، بنشتغل ما بين الجزء البدني والفني بحيث ان احنا بنحافظ على لياقه اللاعبين، وفي نهايه الاسبوع بنفنش بمباراه ومباراتين بحيث ان كل لاعب ياخد يعني مباراه كامله، بنحافظ على لياقه المباريات يعني من خلال المباريات الوديه دي. هو طبعا قراركم نتمنى يكون اقرب من كده، لكن الحمد لله الدنيا برده ان شاء الله هتمشي بعد كده، مفيش مشكله ان احنا نستنى برده بعد الـ40 بتاعه الناس اللي توفت، ربنا يرحمهم يا رب ان شاء الله. اتمنى بقى ان شاء الله ان الدنيا تمشي بشكل كويس والامور تستقر ان شاء الله باذن الله. هو ده سؤال صعب شويه، لان انت يعني ما هو اكيد احنا كل الناس محتاجه ان حق الشهداء يجي طبعا، لكن انت لو استنيت ممكن ما تعرفش في قضاء وفي نيابه وفي الدنيا بتمشي بشكلها الطبيعي، انت لو استنيت ما تعرفش الدنيا، ممكن موضوع بورسعيد او شهداء بتوع النادي الاهلي في مجزره بورسعيد دي يمكن لسه لحد دلوقتي الدنيا ماشيه والقضيه شغاله، فانت عشان تقف تستنى الدنيا ممكن تبقى صعبه جدا. فاحنا نستنى ان الدنيا تمشي بشكلها الطبيعي، وفي نفس الوقت المجال الرياضي يمشي ويكمل، لان انت في ناس كتيره جدا
شغلها كله في المجال الرياضي دي، لعيبه واداريين واعلام وناس كتير جدا. فنتمنى ان شاء الله الدنيا تمشي بشكل طبيعي باذن الله. والله احنا ما يعني انا واحد من الناس مبسوط ان اخيرا خدنا قرار. انا دايما بنقول ده اكل عيش لناس كتير قوي، ليا والصدي والنادي والناس اللي في الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه، بيوت مفتوحه الحمد لله. قرار كويس برضو، احنا برضو نبدا نستعد من دلوقتي. هو طبعا مبسوط ان القرار اتحدد خلاص، واحنا يعني هو قال ان هو بعد الحداد 40 يوم هو بيتكلم في الماتشات الوديه ونركز خلاص. الدوري بقى موجود والدوري اتحدد خلاص. الفتره اللي هي اللي احنا ما كناش عارفين ان الدوري في دوري ما فيش دوري، في كوره ما فيش كوره. طبعا انت برضو عارف بتتمرن اللي هو شويه براحتك، انما بعد تحديد الدوري هو راجل اتكلم ان احنا لازم نركز، ولازم نركز كويس قوي ونستعد كويس قوي، لان احنا ضيعنا حاجات كتير في الدور الاول ونعوضها ان شاء الله.